النظرة الأخيرة تختصر عمرا كاملا قضاه القتيل مع أسرته. بالطبع لن يكون الموت طبيعيا، وإن كانت ردة الفعل كذلك، أصبح من النادر موت الناس هنا بطريقة طبيعية. في هذه اللحظات لا تكون الدموع ولا الكلمات كافية، والوداع يصبح طويلا وثقيلا. تؤخذ الجثة من مستقرها الأخير بدون تشيع، فلا يوجد متسع لذلك حتى. هذه المشاهد تتكرر بشكل يومي في تعز، ففيها تكثر تلك النهايات المحزنة والمؤلمة. قصف الميليشيا للأحياء السكنية حيث يعيش المدنيون أصبحت عادة يومية لهم، لهذا تودع المدينة كل يوم الكثير من أبنائها. 9 من المدنيين استشهدوا وأصيب العشرات، فيما حاولت ميليشيا الحوثي والمخلوع التسلل باتجاه مواقع المقاومة في شارع 30 شرق معسكر لواء 35 بالمطار القديم غرب المدينة، لكن قوات الجيش الوطني والمقاومة تصدوا لهذا الهجوم. بعيدا عن المدينة وفي القرية هذه المرة تحديدا في جبل جرداد بمنطقة الحجرية، تصدى رجال المقاومة لهجوم من قبل ميليشيا الحوثي والمخلوع الذين نجحوا في وقت سابق من السيطرة على الجبل لبعض الوقت قبل أن تستعيده قوات الجيش الوطني والمقاومة وتنجح في الحفاظ عليه بعيدا عن سيطرة الميليشيا. يحاول الحوثيون فتح جبهات عديدة لعلهم ينجحون بذلك باختراق المدينة بعد أن فشلوا بجميع الوسائل من قصف وحصار من جعل ذلك ممكنا لهم. ففي كل مرة تتحصن هذه المدينة أكثر وتقاوم كأنها لم ترزح عاما تحت القصف والحصار المستمر.